بعد اللي حصل في الموضوع الأخير ده تحديدا كان مختلف شوية عن أي حاجة طائفية أو أي أزمة وطنية احنا عدينا بيها قبل كده. مش عارف، حسيت إن المرة دي الناس مخضوضة ومش فاهمة وفي حالة هجوم كده، أكتر من إن هي زعلانة أو غضبانة أو زي ما بيحصل أي مشكلة. حسيت تاني يوم الناس جاية، المسيحيين اللي قابلتهم جايين يقولوا كلمة واحدة، يعني أبرز سؤال اللي اتقال لي اللي هو كلمة من 3 حروف، إيه يعني إيه؟ محدش فاهم إيه بقى اللي حصل ده. كان كل مرة حد يجي يقول لي شفت اللي حصل، إيه رأيك في اللي حصل، طب مين السبب، طب مش عارف إيه. المرة دي الناس جاية مش عارفة توضح حاجة. كان كتير من زمايلي المسلمين كان يجي، الناس اللي ما تعرفنيش قوي أو مش عارفة طبع قوي من زملاء يعني من بعيد، كان يجي يقول لي معلش واحنا اسفين، والشغل يعني اللي احنا بنسميه يعني اللي هو الكلام المجاملات ده مشكورين طبعا عليه يعني، بس فكان فاكر بقى ان هو كده مثلا بيواسي او كده. الناس التانية اللي هي تعرفني قوي وبتاع، نقعد نحلل في اللي بيحصل ونتكلم ومش عارف ايه وكده. المرة دي الناس جاية مش عارفة تقول ايه، يعني كذا حد يجي يقول لي مش عارفة اقول لك ايه، انا مش فاهم الاحداث اللي حصل ده كله. فعلا أزمة فعلا كبيرة، مختلف عن كل مرة. احنا كل مرة بنقعد نسميها فاجعة وطنية ومش عارف ايه وكده، بس المرة دي كانت اكتر عشان بيشوبها شوية عدم فهم وعدم وضوح رؤية وعدم وضوح حقائق والتضارب الكبير قوي في روايات الناس والكلام اللي بيتقال والإشاعات واللخبطة، ففي حالة لخبطة وعدم فهم. اللي حصل تاني يوم ان روايات كتير قوي كانت متضاربة وكلام كتير بيتقال على تويتر وفيسبوك وكده، الناس عمالة تقول لا دول سرقوا المسيحيين وبيلعبوا بالفلوس لعب العيال الشضالية في شبرا ومش عارف ايه والكلام ده، والناحية التانية الناس عمالة بتتكلم بتقول لك لا الكلام ده ما حصلش حاجة والمسيحيين غلطانين، وكل واحد باصص للموضوع بوجهة نظره. هي الموضوع ما وصلش لأزمة ولا قتل على هوية ولا الكلام اللي طلع واتقال ده. هي الموضوع باختصار ان كل واحد باصص لوجهة النظر بطريقته، مستمر فيها وعمال يجيب لها دلائل وقرائن عشان يأيد وجهة نظره. المتعصب المسيحي ما شافش المسلمين اللي مشيوا في جنازة مينا دانيال، والمتعصب المسلم ما شافش المسيحيين اللي حضروا جنازة الشهيد أحمد عادل باعتباره من ضحايا الغدر في اليوم ده. فكل واحد، لكن الشواهد هنا في حاجات كويسة وهنا في حاجات كويسة، لكن لخبطة الأحداث والانفعال الزائد والناس معذورة برضو. يعني أنا عاذر برضو بعض المسلمين اللي بيقولوا وده اتقتل بسببكم والشهيد ده راح واحمد عادل ده، فعلا يعني انا فعلا زعلان عليه، ابنه عنده 2 شهر وكده يعني، وحتى لو فيعني واحد راح هدر كده حاجه هتحزن طبعا، فمعذورين ان هم يقولوا كده. والمسيحيين برضو معذورين، حتى لو كان حد اتعصب ولا لبس اسود ولا ما كلمش زمايله ولا ما سلمش عليهم ولا اتكلم باسلوب متعدي شوية على فيسبوك أو تويتر أو كده، برضو الناس تعذر. وقت الانفعال في حاجة زي كده محدش بيبقى عارف هو بيقول إيه. إحنا حتى بنشوف الناس الكبيرة والناس العاقلة وحكماء الوطن اللي بنقول عليهم لما بيطلعوا في مداخلات تلفزيونية وحد استفزهم بيتكلموا بيتجاوزوا كتير يعني، فدي مش عايزين نقف قدامها كتير ونمسك فيها. كاتبين البابا شنودة يعلن الحرب على المجلس العسكري بالصوم. يعني من امتى الصوم في المسيحيه كان اللي هو شبه اعلان حرب او كده؟ في حاجه اسمها يعلن الحرب على المجلس العسكري بالصوم؟ اكيد لو حد مش فاهم او كده هيبقى واخد كلام زي ده على انه خلاص حرب فعلا وفي سلاح والكلام ده. انت كده بتاكد الصوره اللي كانت اللي بيتناقلها البعض، ولسه التحقيقات ما قالتش الكلام ده. انت كده بتاكد لا ده كان في اسلحه وفي حرب وفي تجاوزات كتير، وهنا في انتقام، ويؤنس وارمية تبرئان من ثوار الاقباط. انت ليه بتحطهم ثوار الاقباط وعملتها على انها ثوره؟ دول متظاهرين.
يعني. فدي اول نموذج، ده طبعا نموذج يعني مستفز جدا. فزي ما احنا شفنا دلوقتي خبر مجهل مش معروف له مصدر، وخبر تاني مستفز بيلعب على اعصاب الناس ومشاعرهم، والاثنين النوع ده من الصحافه، وده اللي بيلخص حال الاعلام فعلا. حاجات مجهله وحاجات بتثير الناس عشان تبيع اكتر. انا بقول لكم حاجات زي دي ما نشتريهاش، عشان احسن لنا نشتري جرايد الطبخ ولا مجلات الطبخ، ساعتها يعني على الاقل هيبقى فيها طبخه احسن من الطبخ اللي بيتعمل في الصحافه المصريه ده. بابا شنودة طبعا تاثيره على الاقباط كل الناس عارفاه، وهو راجل حكيم جدا، واحنا كلنا طبعا بنقدره وبنقدسه وبنبجله يعني. ولكن البيان اللي طلع من الكنيسة لا ما ريحش ناس كتير. بيان معمول بفكرة قديمة قوي، بيان ما عملش الإضافة اللي الناس كانت مستنياها، عامل بالضبط كده زي بيان عصام شرف لما طلع زيه زي عدمه يعني. الواحد بيستغرب يعني، انت البابا شنودة ده انت يعني انت بنفسك ما صليت على الناس اللي طلعت من نجع حمادي، وصليت على الناس اللي طلعت من امبابة وحادث كنيسة اسكندرية، ودلوقتي حادثة مزبير، وما يعني ما اعرفش وجهة نظري الشخصية يعني. ما المفروض يتغير اسلوب التعامل، مش معنى ان اقول يتغير اسلوب التعامل ان هو يبقى اكثر تشددا ولا اكثر انفعالا او كده، لا انا بس انا بتكلم وجهه نظر شخصيه. انا في جموع كثيره من الاقباط مؤيده البيان ومؤيده، بس انا بتكلم طريقه التعامل مع الاحداث لسه زي ما هي، لسه ما حصلش ثوره في طريقه التفكير. زي بالظبط ما المجلس العسكري بيفكر وماسك بنفس الطريقه القديمه ونفس الكلام ونفس، ما فيش اي حاجه يعني اختلفت. وزي ما عصام شرف بيفكر والحكومه بتفكر برضو، الكنيسه جزء من البلد والفكر اللي سايد ده. انا احسن رد سمعته عن البيان بتاع الكنيسه، الواقع المصري اصبح محبط للاقباط. هو فعلا اللي بيقول الواقع المصري اصبح محبط للاقباط ده يعني، هو مش جايب كلام من بره، هو جايب كلام فعلا من الاقباط كتير بيقولوه. بس انا عايز اقول حاجه، احنا مش عايزين ناخد كلام الاقباط بعد الحوادث الطائفيه ونقعد نعممه ان هو ده اللي نمشي بيه على طول. لا، بديه فترة زي دي واحد خارج من حادثة زي كده، بديه هيبقى متنشن، بديه هيقول كلام غلط، بديه هي، فما نقعدش بقى نقول ناخدها بقى ان هي قاعدة على طول. لا، هي فترة وهتعدي، ويعني الدنيا مش هنقول بتنسي، ولكن الدنيا هتلاقي الناس، في ناس بدأت رجعت، وناس بدأت تشارك تاني، وناس بدأت خلاص تقول حادثة وعدت. بس هي الفكرة ان المرة دي الموضوع ممكن اعتقد انه هيطول شوية، عشان الحادثة فعلا مختلفة عن كل مرة. خايف ان احنا نفضل بنفكر في الماضي وما نفكرش في الايام اللي جاية، ونقعد نعيد انتاج النظام القديم مرة تانية. الاخوان ما بيعضوش، والسلفيين ما بيخربشوش يعني، وطول عمرهم موجودين. كون ان الاعلام هو بدا يبرزهم دلوقتي وبينهم ان هم اول مره يبقوا موجودين، لا ده يعني واحد جاي من بره وبيتكلم على كده. انا طول عمري مش عارف الاخوان، طول عمري عارف السلفيين، واللي يعني بيتكلم ان هم حاجه جديده ولا ان هم يعني هيعملوا وهيسووا وكده، لا الناس دي كانت موجوده. ما بقولش ان هم كلهم طيبين وملائكه وكده، بس ما ينفعش نعمم على فئه. احنا بايدينا نخليهم كويسين، واحنا اللي بايدينا نخليهم ان هم يتحولوا ويبقوا وحشين. لكن ان شاء الله الفتره الجايه هتبقى احسن للكل باذن الله. الاقباط مش عايز اقول ان هم يعني اغلط نفس الغلطه الناس تحط الف ولام، ايه الاقباط وحشين، ايه الاقباط حلوين. هم زيهم زي اي فئه في المجتمع يعني، زيهم زي اهلاويه زملكاويه يعني، عادي يعني، ما يعني فيش حاجه مميزه عايزين نخليهم ان هم حاجه لوحدهم كده، او نعزلهم ونتكلم عليهم. ان شاء الله بكره احسن لكل الفئات. الاقباط اللي بيتظاهروا زيهم زي المعلمين اللي بتظاهروا، زيهم زي الاطباء، كل مصر بتظاهر وكل مصر بتطالب بحقها. مصر 30 سنه ما خدتش حقها، ان من لم يكن 7000 سنه ما خدتش حقها في مجالات كتير قوي. فنبص للاقباط نعتبرهم ان هم فصيل من الفصائل الموجوده في مصر، عايزهم زي اي حد، زي اي مهنه يعني، ما فيهم في الحلو وفي الوحش. مش عايزين نقعد نجمع دايما. الفتره اللي جايه ان شاء الله هتبقى فتره خير كبير قوي للمصريين كلهم، وجهه تشمل الاقباط، وجهه تشمل حل كل المشاكل حتى الفئويه وكل اللي احنا بنعاني منه دلوقتي ده. ان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن. انا بقول لهم بس ايه، استمروا وما تيأسوش، واوعى في يوم من الايام تيجي تقول لا انا ماليش دعوه دول وحشين او دول بيكرهوني. لو حطيت دي في دماغك فعلا مش هتقدر تكمل. ولو حطيت، لو خدت، انا ما بقولكش لا ده كل الناس بتحبك وكل الناس بتقدرك، لا انت كفاءتك ان انت تقدر تتعامل مع اللي ما بيحبكش ده
وتكمل في شغلك وتكمل في حياتك عادي وحاجات زي كده ما تأثرش عليك، وان انت يعني كمل. مش هقدر اقول له غير كده، اقول له كمل. خايف عليهم يعني؟ لا ما يتخافش عليهم، لا تماما. الاخوات يعني اخر ناس يتخاف عليهم، كفايه اللي شافوه يا راجل يعني.